بوجه سؤال لخالد بيبو، بقول له انت ابنك في مواليد 2005 وعملت له تقرير طبي ان هو راجل مصاب وعنده خلفيه عشان اللجنه الموقره اللي انت معينها او اللي انت جايبها تشوفه. فهو دلوقتي بعد عشان عنده الخلفيه، اللجنه مش هتشوفه. اتمنى ان شاء الله لما يخف ويرجع تاني يبقى موجود بشكل. وكابتن خالد بيبو عايز يرد في اي حاجه يرد، يرد يعني. طبعا والنهارده انت بتتكلم في يعني برضو حته المدرب اللي مرن 2005 احمد سمير، اعتقد ان هو لو انت معاك تليفونه تقدر تجيبه مداخله، كان حابب ان هو يعمل مداخله ويوضح بعض الامور. اعتقد لو في امكانيه انت صاحب القرار، ان انا ما اقدرش اتكلم في حاجه ما انا طبعا يعني ما ليش علاقه بيها. هو كان كلمني قبل البرنامج وقال لي انا ظلمت، وكان احمد سمير اقول لكابتن مهيب ان لو في فرصه ان انا ادخل اعمل مكالمه او مداخله يبقى ده ماسك ايه كابتن احمد سمير؟ ده كان ماسك فريق ابن خالد بيبو قبل ما يرحل، يعني هو المدرب اللي كان 2005 2005 احمد سمير. تمام. فبالتالي النهارده احنا عايزين اللجنه اللي هو جابها كابتن خالد تشوف برضو كل اللعيبه. كابتن محسن صالح تقريبا اتصل بيك. كلمني كابتن محسن صالح. طب ليه ما قلتش؟ بس هو كلمني، انا كلمته عشان كنت بعزي لجوز بنته ودار الحوار، وقال لي نهدي الموضوع ونتكلم ونقعد وفي الغرف المغلقه ده يعني طبعا كلام انا احترمه جدا واقدره جدا، انما انا طلعت معاك النهارده عشان بس اوضح بعض الامور. لان انا بقالي يومين دلوقتي الموضوع من ساعه ما الاولاد مشوا، سواء ابني او ابن هشام حنفي، اعتقد ان يعني في لغط كتير جدا، فلازم كنت اطلع معاك واوضح كل الامور دي. طيب حاسس ان هي تصفيه حسابات من مين؟ من معرفش. بيبو ولا من لا ما اعتقدش ولا. خالد بيبو انا اعرف خالد بيبو كويس، شخصيه محترمه، ما اعتقدش يعني. انا ما اعرفش يعني انت احساسك ايه؟ لا حاسس انت زعلان متضايق اهو. لا انا زعلان، ممكن يعني ممكن انا زعلان على التعب اللي على فكره هو ممكن. هل ممكن هادي يرجع تاني؟ لا دي تبقى دفعه. لا يعني دي تبقى دفعه ليه؟ ده انا مبسوط جدا. خلي بالك انا مبسوط ان الولد مشي من النادي الاهلي. طب ليه ما لان نقولش؟ هو لو كان قاعد كمان هو ظلم في حته برضه يا مهيب، ان هو النهارده انت بتمشي فريق 2002 يعني الفريق 2002 مش موجود اصلا في النادي. ايوه بتاخد منهم الناس المميزه وبتضمهم على 2001. طب افرض الراجل الاجنبي اللي جه الجديد اللي هو ماسك قطاع الناشئين ما عجبوش الولد. ثلاث تمارين. ايه؟ ثلاث تمارين. يعني افترض ما عجبوش الولد عشان يبقى ده الراي الاخر برضه. هما ثلاث تمارين. فقال لك انا مش عايز الناس دي. ثلاث تمارين. هيعملوا ايه للاجنبي؟ ثلاث تمارين. العيال اتمرنوا ثلاث يعني تمارين. هو الوحيد اللي مشي؟ اكيد مشي لا مجموعه. لا مشوا مجموعه بس. طيب. انا بكلمك في ايه؟ ثلاث تدريبات. انت عارف الاجانب ما مش هيبص ده ابن مين ولا ابن مين ولا ابن مين. ما انا بقول لك انا لا ما مش الاجنبي بس، الاجنبي هيشوفه ثلاث مرات هيحكوا عليه صعب كده. ما هو يعني موجود. انت شايف كان ياخد فرصه اكبر، كان يبقى في حوار. لا خلي بالك انا بقالي فتره كبيره جدا هو عايز يمشي وانا اللي مقعده. يعني هادي كان عايز يمشي يروح حته يلعب فيها لانه ما كانش بيشارك السنه اللي فاتت مع المدرب. ايه السبب ان هو كان عايز يمشي؟ عايز يمشي واحد عايز يروح حته يلعب فيها، كانش بيلعب. كانش بيلعب. طبعا. هو لقى في ظلم اتعرض ليه من المدربين كمان اللي مسكوه السنوات اللي فاتت.